بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله دي تكملة للفصل الأول، وهنتكلم النهاردة عن قانون أوم للدائرة المغلقة. قانون أوم للدائرة المغلقة ده ما بيختلفش كتير قوي عن قانون أوم الأولاني، يعني هو نفس المبدأ اللي هو الـ V على الـ I تديك الـ R، أو الـ V على الـ R تديلك الـ I. ولكن كل الموضوع إيه؟ إن في حاجة هتزيد معايا هي المقاومة الداخلية للمصدر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي مصدر بالشكل ده، ده مصدر كهربي، والمصدر دوت في دايرة معينة. كنا بنقول ان الدايرة دي مثلا ايا كان شكلها عامل ازاي، كنت بجيب المقاومة المكافئة ليها بسميها مثلا ار توتال، ايا كان الشكل عامل ازاي واختزلته الار توتال، تمام؟ فكنت بقول ايه؟ كنت بقول ان ديت ليها مثلا فرق جهد في، فكنت باخد الفي اقسمها على الار تديني الاي بتاعه الدايره كلها. طيب دلوقتي في حاجه جديده بقى هتجد عليا، ايه هي؟ ان العمود الكهربي دوت اصلا بيكون ليه مقاومه داخليه، المقاومه الداخليه ديت ليها اي رقم بيساوي مثلا 1 اوم، 2 اوم، 3 اوم، زي ما يديها لك. فهي ديت اللي بتختلف معايا، فهيظهر معايا حاجه جديده اسمها القوه الدفع الكهربيه، هنسميها في بي. ايه يعني ايه القوة الدفع الكهربية؟ احنا قلنا قبل كده ان فرق الجهد عموما، يعني ايه فرق الجهد؟ هو الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم بين طرفين موصل، صح؟ كنا بنقول ان في بيساوي دبليو على كيو، فلو حطيت الكيو دي بواحد فهنقول ان الفي اللي هو فرق الجهد بيساوي الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربائية مقدارها 1 كولوم بين طرفين، يعني بين نقطتين، يعني عندي مقاومة واحدة ماشي وبنقل بين النقطتين دول، او عندي دايرة كاملة وبنقل بين نقطتين. لكن ايه هي بقى القوة الدفع الكهربية؟ القوة الدفع الكهربية ما تختلفش كتير عن فرق الجهد، يعني هي برضو شغل على كيو. بس خد بالك بقى ان القوة الدفع الكهربية هي المسؤولة عن نقل كل التيار الكهربي او الشحنة الكهربية خارج المصدر وداخله، عشان كده بقول ان الفي بي هو مقدار الشغل الكلي المبذول لنقل الكهربية، او كمية الكهربية مقدارها، او مش لازم مقدارها بقى، هنقول داخل وخارج الايه، داخل وخارج المصدر، بحيث ان هو ده المصدر. طيب الكلام ده طبعا لو هو اداني معلومة عن الار الداخلية اللي هي المقاومة الداخلية للمصدر، لكن لو ما ادانيش معلومة خلاص يبقى اللي هو مدهاني ما تعتبرش في بي، تعتبر في ماشي. طيب يبقى بالتالي امتى بيتساوى الفي بي مع الفي؟ لو كانت الار الداخلية دي بزيرو، او لو هو ما ادهاليش، يعني لو هو ما ادهالكش ما تفرضش انت حاجة من دماغك، لا، يبقى امتى هيتساوى الفي بي مع الفي؟ لما تكون المقاومة الداخلية بزيرو ماشي، او لو التيار اتقطع. ليه؟ لانه انا عندي الفي بي اصلا هتساوي ايه؟ الفي بي انا بقول لك ان الفي هو اللي بينقل التيار الكهربي بين النقطتين، هنقول مثلا هما النقطتين دول، يعني عشان التيار يمشي من هنا يروح لهنا يبقى محتاج فرق جهد بين النقطتين دول، لكن عشان التيار يمشي جوه المصدر محتاج فرق جهد تاني زيادة على الأولاني، تمام؟ فعشان كده الفي بي ديت هي مجموع حاجتين، مجموع فرق الجهد اللي بينقل لي الكهرباء خارج المصدر، مجموع عليها فرق الجهد اللي جوه المصدر، صح؟ يبقى عشان كده الفي بي هي عبارة عن فرق الجهد اللي بره مجموع عليها كمية التيار الكهربي مضروبة في الار سمول اللي هي المقاومة الداخلية دي، صح؟ من القانون ده نقدر نقول يبقى ال V بيساوي V B ناقص I في R، هو ده قانون أوم للدايرة المغلقة. يبقى الجديد عندي إن أنا ظهر لي ترم كده زيادة أو مقدار زيادة اللي هو الإيه؟ ال R small، فغيرت ال V بتاعتي، ماشي؟ طيب لو هو قلنا ما اداليش ال R small فهو بيكون مديني الفي ديت جاهزة، ما بيدينيش القوة الدفع الكهربية، لكن لو اداني الار سمول يبقى لازم اطبق في القانون ده. هو ده القانون بتاع اوم للدايرة المغلقة. طيب القانون ده يعني ما يختلفش كتير قوي. انا بشتغل ازاي؟ بشتغل ان انا بجيب المقاومة المكافئة،
عادي، وبعد ما اجيب المقاومة المكافئة بجمع عليها المقاومة الصغيرة. تمام، بعد ما بجمع عليها المقاومة الصغيرة اروح قاسم ال في بي على المجموع الاتنين مع بعض فيديني الاي. تمام، ليه؟ لان من نفس القانون ده هقدر اقول ان اي في ار توتال، مش دوت هو الفي اللي بره، يبقى اي في ار توتال بيساوي في بي ناقص اي في ار سمول، صح؟ لما اودي دي الناحية التانية واخد الاي عامل مشترك، فيبقى الفي بي بيساوي اي مضروبة في ار توتال زائد ار سمول. يبقى من هنا اقدر اقول ان الاي بيساوي في بي على ار توتال زائد ار سمول. يبقى عشان كده بقول لك مفيش فرق كبير بين دوت وبين قانون اوم القديم. الفكرة كلها ايه؟ الفكرة كلها ان زاد لي ار سمول بجمعها على الاراد كلها، هو ده اللي انا بعمله، ان انا بجيب المقاومة المكافئة زي ما احنا متعودين، بس ما بدل ما بقسم الفي بي على دي، لا بقسمها على دي زائد دي. تمام، طيب تعالوا كده نشوف. طيب لو انا عندي اكتر من مصدر مش مصدر واحد، ساعتها هعمل ايه؟ طيب هنشوف هنا مع بعض. لو انا عندي بقى اكتر من مصدر كهربي في الدايرة، يعني اللي احنا اتكلمنا عنه ان انا عندي عمود كهربي واحد، طب لو انا عندي اكتر من عمود كهربي في الدايرة هتعامل معاهم ازاي؟ فقبل كل دوت، لو انا مثلا عندي عمودين، لازم اعرف العمودين دول شكلهم هيبقى عامل ازاي. فبلاقي ان العمودين ممكن يتوصلوا متتاليين او ممكن يتوصلوا متعاكسين. ايه الفرق بين الاتنين؟ المتتاليين بيبقوا بالشكل ده، المتتاليين بيبقوا بالشكل ده. يعني ايه؟ يعني ادي القطب الموجب وراه السالب وراه الموجب وراه السالب، بحيث ان التيار يبقى ازاي؟ يبقى ماشي كده. تمام، هيمشي من هنا يروح هنا وبعدين يكمل الدايرة كلها على حسب شكله. تمام، طيب في الحالة دي، قبل ما ندخل في المتعاكسين، في الحالة دي لو انا مثلا قلت لك ان الاولاني كان في بي واحد، دي القوة الدفع الكهربية بتاعته، والتاني كان في بي اتنين، دي القوة الدفع الكهربية بتاعته. في الحالة بتاعت المتتاليين هيبقى كل بطارية هتعامل معاها لوحدها. يعني انا لو عايز اجيب في واحد اللي هي فرق الجهد بين النقطة دي والنقطة دي، فهقول ان في واحد بتساوي ايه؟ بيساوي في بي واحد ناقص اي في ار واحد، بحيث ان ار واحد هي المقاومة الداخلية للعمود الاولاني، وار اتنين هي المقاومة الداخلية للعمود التاني، واي هو شدة التيار المار في العمودين. ماشي، وبنفس المبدأ هيبقى في اتنين بيساوي في بي اتنين ناقص اي في ار اتنين. تمام كده، تمام. في بي واحد زي ما قلنا هو اللي بين النقطتين دول، وفي بي اتنين هو اللي بين النقطتين دول. طب قصدي في واحد وفي اتنين، امال في بي اللي هي انهي؟ اللي هي في واحد اللي هي بين النقطتين، زائد كمان اللي جوه هنا، زائد المسؤولة عن انتقال التيار جوه العمود نفسه. خلاص كده، طيب عرفنا ازاي كل واحدة بتتجاب. طيب في بعد كده بنعمل ايه؟ ده لو عايز اجيب في واحد وفي اتنين. طيب لو انا عايز اجيب الاي بقى زي ما كنا بنعمل، انا عندي القانون الاساسي اللي هو قانون اوم، اللي هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان في بيساوي اي في ار. فانا لو عايز اجيب اي بتساوي في على ار. فكنا بنعمل ايه قبل كده؟ قبل قانون بتاع اوم للدايره المغلقه، كنا بنقول ان بنجيب المقاومه المكافئه واقسم الفي، لان كان بيبقى عندي في واحده بس، واقسم الفي ديت على الار، وما كانش كنت ببقى هامل المقاومه الداخليه للعمود. لكن هنا انا عندي مقاومه داخليه للعمود، ففي الحاله دي ما ينفعش اقول في على ار، لا ده انا عندي مقاومه داخليه. فهعمل ايه بقى؟ ببساطه جدا هبقى عايز اجيب في توتال وار توتال، صح كده؟ فهشتغل مع المساله بتاعتي عادي جدا. يعني ايه عادي جدا؟ يعني كأن الار واحد والار اتنين ديت مقاومات معايا في الدايره متوصله على التوالي. تمام، والفي بي واحد والفي بي اتنين بما انهم متوصلين على التوالي، فهقدر اقول ساعتها ان في بي توتال بيساوي في بي واحد زائد
في بي 2، لان هم على التوالي، فعلى التوالي بيروح مجموعين. ماشي. طيب بعد ما جبت الفي بي توتال عايز اقسمها على الار توتال. طب الار توتال هل هي الار الخارجية للدايرة، اللي هي مثلا لو انا فرضت ان الدايرة بعد كده مكملة هنا، وفي هنا عندي مجموعة مقاومات اختزلتهم لار توتال. ماشي. هل هتبقى الار توتال اللي بره؟ لا، ده هتبقى ار توتال اللي بره ومجموع عليها كمان الاتنين دول، لان ديت قلنا بيحتاجوا شوية جهد صغير عشان يتغلب عليهم عشان التيار يمشي، صح؟ فساعتها هتبقى الار هي عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن الار الخارجية للدايرة، دي اسمها الار الخارجية، زائد الار الداخلية لكل عمود. طب لو تلات اعمدة هجمع، هقعد اجمع، وفي الاخر خالص اروح قايل يبقى الاي بقى اللي ماشية بتساوي الفي بي توتال على الار، مثلا لو سمينا دي ار داش يبقى على ار داش. القانون ده لو بصينا عليه في كتب خارجيه او في مدرسين بتديه، طبعا بتقول لك ان الاي هي عباره عن في بي 1 زائد في بي 2 على ار توتال زائد ار 1 زائد ار 2. هي نفس الفكره، يعني انت لو عوضت بالقانونين دول هنا هيطلع لك زي اللي هو كاتبه لك، بس الفكره كلها انا عايزك تمشي بسيكونس واحد عشان ما تتلخبطش. بتجمع الفي بي وتجيب المقاومه المكافئه وتجمعها على ار 1 وار 2 وبعدين تقسم الاثنين على بعض. تمام. ده في حاله الايه؟ المتتاليين. طيب في حاله المتعاكسين بيبقى شكلهم عامل ازاي؟ بيبقى شكلهم عامل كده. ودي مثلا هتبقى المقاومه الخارجيه للدايره، هنسميها مثلا ار توتال. تمام. وهنا دي برضو ليها في بي 1 وليها ار 1 وليها في بي 2 ودي ايه؟ ار 2. ماشي. طيب اتجاه التيار الكهربي، اولا الاتجاه هيبقى ماشي ازاي؟ دول متوصلين متعاكسين، يعني هنا عندي ده القطب الموجب وده السالب، وهنا ده الموجب وده السالب، او ممكن العكس، يعني ممكن الاتنين السالب يبقوا جوه والاتنين الموجب بره. طيب اولا عايز اعرف هو اتجاه التيار هيبقى ماشي ازاي. هقول لك اتجاه التيار هيبقى ماشي من الكبيرة للصغيرة، من الكبيرة للايه؟ للصغيرة. فلازم في الاول اعرف مين الكبيرة ومين الصغيرة. فلو انا قلت لك مثلا ان في بي 1 اكبر من في بي 2، يبقى في الحالة دي انا همشي من في بي 1 لفي بي 2. همشي ازاي؟ همشي من الموجب بتاع في بي 1، فيبقى اتجاه التيار الكهربي في الاتجاه ده. ماشي. لو كانوا معكوسين فكان هيبقى اتجاه التيار الكهربي بره. ماشي. في الحالة دي بقى انا عايز اعمل بالظبط زي في المتتاليين. طيب هجيب الفي بي توتال ازاي؟ هقول الفي بي توتال بيساوي في بي 1 ناقص في بي 2. ليه قلت ناقص؟ لان هم عكس بعض، فلازم ايه؟ اطرحهم. طيب الار توتال مش هتختلف اي حاجة، او الار داش، الار داش هتساوي ار توتال زائد ار واحد زائد ار اتنين. دي مش هتختلف حاجة، لان يعتبر هي ديت مجموع عليها الاتنين دول، لان هما متوصلين يعتبر كلهم توالي مع بعض. ماشي. طيب لو انا عايز اجيب التيار الكهربي، خلاص يبقى انا طرحت في الاول وبعدين هروح جايب الفي بي توتال على الار داش، يبقى انا كده جبت الاي اللي ماشية في الدايرة. بس هنا بقى في عندي ملحوظة جديدة في المتتاليين، عشان اجيب ال V1 وال V2 قلت VB1 ناقص I في R1 وهنا VB2 ناقص I في R2. اما هنا في حالة المتعاكسين هلاقي في اختلاف بسيط قوي. ايه الاختلاف؟ ان انا لو انا عايز اجيب V1 هيساوي VB1 ناقص I في R1. ماشي. ايه هي ال VB1 تاني؟ ال VB1 هو ال V اللي بين النقطتين دول اللي هما على طرفين الايه؟ البطارية دي، هو دوت في واحد. ماشي. طيب في اتنين اللي هو على طرفين البطارية التانية اللي هي هتبقى دي اسمها في اتنين. في اتنين بقى في الحالة دي بتساوي ايه؟ هلاقي ان في اتنين بيساوي في بي اتنين زائد اي في ار اتنين، يعني الفرق كله هيبقى في الزائد ده. ليه زائد؟ لان في الحالة دي البطارية الصغيرة كأنها بتتشحن والبطارية الكبيرة كأنها بتفرغ، فعشان كده هقول ان البطارية الاولانية في حالة شحن والبطارية التانية في حالة تفريغ. هو دوت الاختلاف. يبقى اول اختلاف ان انت بتطرحهم من بعض عشان اجيب التوتال، تاني اختلاف ان البطارية الكبيرة
بتفرغ، لا انا اسف، العكس، دي في حالة تفريغ ودي في حالة ايه، شحن. البطارية الكبيرة بتفرغ، بيخرج منها كمية، بيخرج منها عشان كده بنطرح، فدي في حالة تفريغ. اما البطارية الصغيرة بتكون في حالة ايه، شحن، فبتجمع عليها اي في ار 2. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف امثلة على الكلام دوت وازاي بنطبق الكلام دوت في الدوائر الكهربائية. السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو مطلوب مني حاجتين، المقاومة الكلية الخارجية للدايرة وشدة التيار الكلي. طيب مبدئيا كده انا لما بصيت لقيت ان في عندي ار واحد وار اتنين مقاومات داخلية، ولقيت عندي اكتر من عمود متوصلين ورا بعض، فطبيعي ديت ايه، عن قانون اوم للدايرة المغلقة. اول حاجة هو عايز المقاومة الخارجية للدايرة. يعني ايه المقاومة الخارجية؟ المقاومة الخارجية اللي هي بره، الخارجية يعني بره المصدر، يعني ار واحد وار اتنين دول مش هيدخلوا معايا. فبالتالي هعمل ايه؟ همشي بقى بنفس المبدأ اللي اتكلمنا عليه قبل كده. هنقول ايه، العشرة والخمسة ورا بعض توالي لان هم اشتركوا في النقطة دي، هيبقوا 15، وبرضو التلاتة والسبعة هيبقوا 10، صح؟ فهعمل ايه، اروح شايل دي كده، هنا انا عملت ايه، خلاص دي بقت سلك، شلتها بقت سلك لان هما كانوا توالي، وحطيت المقاومة المكافئة هنا، وهنا المقاومة الايه، المكافئة. وبعدين لقيت ان الخمستاشر مع الخمستاشر اشتركوا في اول نقطة وفي اخر نقطة، والعشرة نفس الكلام، يبقى الاتنين دول توازي مع بعض والاتنين دول توازي مع بعض، فبقت ديت كام، سبعة ونص، ودي بقت خمسة، صح؟ وبعدين اروح ماسح المقاومة دي خالص، اقطعها بالسلك اللي معاها ده، وبعدين اروح ماسح دي كده خالص، اقطعها برضو بالسلك اللي معاها، واحط المقاومة المكافئة عليهم. بدل ديت، بدل 15 هتبقى 7.5، وبدل العشرة احط ايه، 5. طبعا انا هنا ايه، ما بكتبش بقى قوانين وبتاع، لان المفروض خلاص الكلام ده اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات و شرحناه باستفاضة يعني. وبعدين طبعا السبعة ونص والخمسة دول ورا بعض على طول توالي، اشتركوا في نقطة وما اشتركش معاهم حاجة، فيبقى ورا بعض على طول توالي، يبقى خمسة وسبعة ونص، بقت 12.5. يبقى المقاومة الكلية الخارجية R بيساوي 12.5، ودي كانت أول مطلوب. المطلوب التاني عايز ايه؟ المطلوب التاني عايز شدة التيار الكلي المار في الدايرة. هل بقى ينفع اقول زي قبل كده ان هجيب ال V اقسمها على ال R دي تديني ال I؟ لا مش هقسمها، يا ما ينفعش على ال R دي. ليه؟ لان انا عندي R-ات جوه. هو انا في الاول قلت ال R دي كده لان هو كان طالب في الاول الخارجية، تمام؟ طيب في الحالة دي هما متوصلين ايه، متعاكسين، انهي الاكبر؟ ال VB واحد هي الاكبر، يبقى عشان كده هقول ان ال V بتاعتي بيساوي ايه، بيساوي في بي واحد، او الفي بي بتاعتي يعني بيساوي في بي واحد ناقص في بي اتنين، صح؟ يبقى هيساوي ايه، هيساوي 40 ناقص 13، يبقى هيساوي 27 فولت. ماشي. طيب طلعت 27 فولت، محتاج ان انا اقسم الفي بي ديت على الار، بس ما ينفعش الار دي بس، ده انا معايا ارات كمان ايه جوه. يبقى ساعتها هقول ان الار توتال بقى بتاعت الدايره كلها، مش الخارجيه بس، خارجيه وداخليه، يبقى الار توتال هيساوي ال 12.5 الاولانيه، وهجمع عليها ار سمول واحد اللي هي 75% زائد ار سمول اتنين اللي هي بربع، فهتطلع بيساوي كام، هتطلع بيساوي 13.5. كده انا معايا ال في بي ومعايا الار توتال، يبقى اقدر ساعتها اقول يبقى الاي اللي هو طالبه بيساوي ايه، بيساوي 27 على 13.5، هتطلع بيه 2 امبير. 2 امبير ده بقى التيار اللي ماشي في الدايرة كلها. طب هو ماشي كده ولا ماشي كده؟ طبيعي هيمشي من الكبير يروح للصغير، وبما ان القطب الموجب هنا فهيمشي كده.
يبقى التيار هيبقى ماشي كده من الكبير للصغير. طيب لو فرضنا ان هو في المسألة دي كان طالب حاجة كمان، كان طالب فرق الجهد بين النقطة دي والنقطة دي، كان عايز فرق الجهد، هل فرق الجهد ده هو الـ40؟ لا، فرق الجهد اللي هنا هو الـ40 ناقص 2 في 75 من 100. طب ليه فرق الجهد؟ لو قلت ده مثلا في واحد، يبقى في واحد بيساوي الـ40 اللي هو في بي واحد ناقص الاي اللي هي 2 في 75 من 100. ليه؟ لان دي الكبيرة وهو ده اللي بيفرغ ودول متعاكسين. طب لو كان عايز فرق الجهد ده في 2، كنت اقول ان في 2 بيساوي كام؟ بيساوي 13 بس زائد 2 في ربع. طب ليه قلت هنا زائد؟ لان ده الصغير ودول متعاكسين وده بيت ايه؟ بيتشحن مش بيتفرغ. بس كده هو بقية المسائل كلها نفس الفكرة، هو اصلا نفس فكرة قانون اوم، بس اللي زاد عليا ايه؟ الاراضي الصغيرة. استنونا بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشرح قانون كيرشوف وهنحل عليه أسئلة، وبإذن الله نكون خلصنا الفصل الأول خالص. سلام عليكم.